بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، هعرفكم على بنك المعرفة. كلنا بنسمع كتير على بنك المعرفة في الفترة اللي فاتت، وزاد الكلام عليه في فترة مرض الكورونا. فأهم حاجة هنتكلم عليها هو بنك المعرفة. الأول سمعنا عن المنصة وإزاي هنعمل أبحاث، وده هنتكلم عليه بعدين، لكن أهم حاجة نعرفها هو بنك المعرفة. كل الناس اللي عرفوا عن بنك المعرفة أو سمعوا عنه الناس اللي عندهم حد في أولى ثانوي أو تانية ثانوي، أما بقية المراحل فكانوا بيسمعوا عنه بس. فالنهاردة هنتعرف إيه هو بنك المعرفة وإيه أهميته وإزاي بنسجل فيه. أول حاجة، بنك المعرفة ده عبارة عن مشروع قومي كبير في كل المناهج التعليمية لكل المراحل والأبحاث العلمية، وعايزين نعمل سيرش عن حاجات كتير بتبقى موجودة فيه، كمان الحاجات الترفيهية للأطفال الصغيرين برضو موجودة فيه. فحد هيسألني طب وإيه الفرق ما بينه وبين إن أنا أعمل سيرش على جوجل، ما هو ده بيطلع لي نفس النتائج. لا، في بروتوكول الدولة عاملاه من ضمن المشروع القومي بتاع بنك المعرفة، اللي هو إن أنا لما كنت بعمل سيرش في جوجل باجي أعمل داونلود لأي ملف، فممكن يجيني الرد إن لازم أدفع فلوس عشان الملف ده يتحمل. البروتوكول اللي اتعمل ان المواقع الكتير اللي بالفلوس دي الدولة زللتها لينا انها موجودة في بنك المعرفة. يعني بنك المعرفة من ضمن النتائج اللي بيطلعها لنا الابحاث العلمية او الحاجات اللي موجودة في المواقع اللي بالفلوس مش الفري. فده بيتميز بيه بنك المعرفة. طب بنك المعرفة في كل المراحل التعليمية والأبحاث العلمية، وده بيتحدد على أساس البوابات اللي أنا بخشها. لما هنشرح دلوقتي هتعرفوا يعني إيه بوابات، اللي هي أنا بختار الدخول ليها، سواء كنت معلم أو طالب أو باحث أو طفل أو إنسان عادي عايز ثقافة عامة يعرفها عن بنك المعرفة. أول حاجة بعملها إن أنا بدخل على أي براوزر بحمل بنك المعرفة، ولما باجي أحمل بنك المعرفة لازم أقول بنك المعرفة المصري، لأنه خاص بالمصريين بس، بمعنى أنه هو جوه أرض مصر المصريين بس اللي بيتميزوا به. يعني لو أنا طلعت عمرة وخدت اللابتوب أو التليفون بتاعي ودخلت على بنك المعرفة مش هيدخل معايا. ولذلك في المشكلة الأخيرة لو تلاحظوا أن أبنائنا في الخارج مش هيعملوا الأبحاث اللي أبنائنا في الداخل هيعملوا، لأن هم ما بيتمتعوش بخاصية بنك المعرفة خارج الوطن اللي هو مصر. هنتعرف على بنك المعرفة. أول حاجة هفتح براوزر زي مثلا جوجل كروم، نكتب بنك المعرفة المصري ونعمل انتر ونشوف. اول اختيار هيطلع لنا هيبقى بنك المعرفة المصري. لو احنا عايزين نكتب اسم الموقع نفسه هيبقى www.ekb.eg. هنعمل كليك وندخل على بنك المعرفة. دي الصفحة الرئيسية لبنك المعرفة. لو نبص فيها هنلاقي اول امر الرئيسية اللي هي اسم الصفحة دي او الشكل ده، بعد كده كلمة سجل. سجل دي لدخول الصفحة او لدخول الموقع لاول مرة، اللي هو ايه؟ ان انا اعمل اكاونت لنفسي جوه الايه؟ بنك المعرفة. لو انا فتحت وعملت سجل دي هيطلع لي مجموعة بيانات، المفروض ان انا املى البيانات دي. قبل البيانات هيطلع لي اربع بوابات اللي هو مكونات بنك المعرفة. بنك المعرفة مكون من اربع بوابات، بوابة للتعليم اللي هي خاصة بالمعلم والطالب، بوابة للبحث العلمي خاصة بالباحثين ودكاترة الجامعة، وبوابة للأطفال اللي فيها كل شيء خاص بالأطفال، وبوابة القراءة اللي للناس العادية خالص اللي عايز يشارك في بنك المعرفة. احنا بالنسبة لنا بنختار بوابة التعليم، او اي حد بيختار اي بوابة هعمل عليها كليك واعمل الخطوة التالية. هيبدأ يجي لي مجموعة بيانات، هملى البيانات دي وابدأ انتقل الى الصفحة اللي بعدها، وابقى كده سجلت جوه بنك المعرفة وعملت اكاونت ليا. المكونات بتاعته بيبقى الاسم الاول والاسم الثاني، ويبقى ليا بريد الكتروني. لازم يكون عندي بريد الكتروني يصلح، يعني يكون معايا الباسورد بتاعه واكون عارفة كويس، والرقم القومي. طيب لو انا بقى عاملة فعلا اوريدي اكاونت على بنك المعرفة، يبقى المفروض ان انا هعمل تسجيل دخول. تسجيل دخول دي بيبقى المفروض ان انا ليا اكاونت اصلا على بنك المعرفة ومليت البيانات دي. ونشوف كده لو عملت تسجيل دخول، المفروض بعد تسجيل دخول هكتب الايميل بتاعي واكتب الباسورد بتاعي واقول له دخول. كده انا اشتركت فعلا
في بنك المعرفه وليا اكونت جواه. طب ايه اللي اتفتح عندي ده؟ دي الموارد اللي موجوده عندي كلها الخاصه بكل السنين الدراسيه اللي موجوده عندي. بالنسبه لهنا مثلا على الجهه اليمين كاتب لي كل المواد الدراسيه، بختار الماده اللي انا عايزه ابحث عنها. لو هفترض اللغه العربيه، اللغه العربيه اول ما عملت عليها كليك فتح لي كل السنين الدراسيه، ببدا اختار السنه الدراسيه اللي انا عايزاها واشوف ايه هي الدروس وشرح الدروس، سواء كانت نص او مصوره او فيديو او اي حاجه الوزاره طرحها عليا. طيب انا شايفه طريقه العرض عندي في الشاشه، لو انا عايزه اغير طريقه العرض عندي اتنين ايقونه هنا جنب البحث، لو عملت كده اهو هيعمل لي عرض بالطول، يعني يعرض لي المكونات اللي عندي طوليا لو عايزه ارجعها زي ما كانت من الايقونه التانيه دي. طب لو انا عايزه ابحث عن درس معين جوه اللغه العربيه، بقف في الجزئيه دي وبكتب اسم الدرس اللي انا عايز اعمل عليه سيرش، وبيجيني كل المتطلبات بتاعتي جواه. طيب انا دلوقتي عايزه ارجع تاني عشان اقول لكم على حاجه. انا طلعت كده ثواني، انا كده رجعت زي الاول. انا عايزه اقول لكم بقى على حاجه، بعد موضوع فيروس كورونا الوزاره اطلقت خدمه جديده جوه بنك المعرفه خاصه بولي الامر او وليه الامر طبعا اللي بتذاكر مع ابنها والطالب. ايه هي؟ ما هو مش كل اولياء الامور هيبقى عندهم ايميل او عندهم الثقافه ان هم يملوا البيانات دي، فعملوا لهم خدمه سريعه جدا اسمها ذاكر الان. احكوا لنا سمعنا عن حاجه اسمها المنصه الرقميه او المكتبه الالكترونيه، دي اللي هم اطلقوها علشان الطلبه يذاكروا الدروس بتاعتهم، عشان لما المنصه تتعمل ويطلق البحث يبداوا يعملوا سيرش على الدروس بتاعتهم جوه المنصه الرقميه. ايه المنصه الرقميه دي؟ اللي هو بنك المعرفه واطلقوا خدمه ذاكره الان اهو، دي من غير بيانات من غير اي حاجه، بس دي خاصه بولي الامر والمعلم والطالب، لكن الباحثين والقراء وكده دي تسجيلهم لازم يبقى تسجيل بيانات ولازم اعمل اكونت على بنك المعرفه. ادي المواد كلها موجوده عندي، في مواد خاصه بالثانوي زي الاحياء والكيمياء ودي حاجات خاصه بالثانوي. طب انا عايزه مثلا اللغه العربيه، لو انا عملت كليك كده على اللغه العربيه هيبدا يفتح لي الصفوف الدراسيه كلها الخاصه الموجوده باللغه العربيه. هختار مثلا سي رابعه ابتدائي، دي دروس رابعه ابتدائي، افترض ان النيل هو الكوثر ده انا عايزه اشوفه، هعمل عليه كليك وهو هيبدا يفتح لي شرح النيل هو الكوثر. لو ما اشتغلش معايا على طول بعمل كليك على ابدا، بيبدا يحمل معايا ويجيب لي اهو كده انا وصلت لشرح الدرس مباشره. طب لو انا عايزه اكمل بقيه شرح الدرس او بقيه متطلبات الدرس، عندي اسئله وعندي كل حاجه خاصه باللغه العربيه موجوده عندي واقدر ان انا ابحث عليها. طب لو انا عايزه حاجه معينه زي ما قلنا قبل كده، بعمل في السيرش هنا وبكتب اي حاجه انا محتاجاها او اي حاجه خاصه بالدرس بتاعي، وبكده ابقى وصلت لكل المناهج بتاعتي او المناهج الدراسيه بطريقه سريعه جدا، واقدر اعمل البحث بتاعي واجاوب على الاسئله اللي المفروض الوزاره هتنزلها لي. انا لما ابقى على الصفحه الرئيسيه عندي ازاي اغير اللغه، عندي كلمه انجلش انا لو عملت عليها كليك، لو لاحظت ان الصفحه بتاعتي قلبت انجلش يبقى انا لو انا عايز الخاصيه دي انا حر ان انا اعملها، او لو فتحت فجاه ولقيت الموقع معمول باللغه الانجليزيه اقدر ان انا احوله باللغه العربيه لو انا طالبه او لو انا متطلبه. ده هاجي عند كلمه العربيه واعمل عليها كليك وبالطريقه دي ابقى حولت الموقع بتاعي للغه العربيه واقدر اتعامل معاه بكل سهوله. ده بالنسبة للبنك المعرفة اللي موجود عليه المنصة الرقمية اللي احنا محتاجينها حاليا عشان نعمل عليها سيرش عشان نقدر نطلع حلول الأسئلة أو نكون البحث اللي الوزارة هتطلبه مننا. طب البحث ده هيبقى موجود ازاي؟ لسه لم تطلق المنصة من الوزارة، هتطلق حاجة اسمها المنصة الرقمية اللي هي إيدومودو. إيدومودو دي هخشها ازاي؟ هعمل www.edomodo.org
org ادومودو اي دي ام او دي او دوت org. محدش يعمل كوم. لو انا عملت دوت كوم هيحصل ان انا هفتح ادومودو العالمية، وبكده لو سجلت فيها هيضيع عليا التسجيل داخل البلد. المفروض ان احنا عاملين منصة خاصة بمصر، فانتظروا شوية لغاية ما ادومودو دوت org تطلق، وهنخشها كأنه موقع خاص لوحده. هنكتب الاسم الموقع ونبدأ ندخل، هيقول لك سجل فيه، وساعتها هنسجل. وكل المدارس حاليا بتسجل المدرسين الخاصة بالمدرسة، لأن كل مدرسة هيبقى لها مكان خاص في المنصة. كل طالب هيقدر يخش للمدرس بتاعه بالكود اللي جبناه من على الوزارة، وبالطريقة دي هتوصل للمدرس بتاعك ولزمايلك، وهيطلق البحث الخاص بكل 5 أفراد أو بكل مادة. وهنبدأ نعمل سيرش في المنصة الرقمية ونجيب الإجابات ونكتب البحث، سواء هنكتبه رقمي هنكتبه سوري هنكتبه ورقي ونقدمه للمدرسة في فايل، أو هنعمله وورد ونعمله رفع من على المنصة، وده هيبقى بأيقونة صغيرة خالص. هنعمل رفع للملف بعد ما نكون كتبناه وورد، وإن شاء الله هنبقى نتابع معاكم ونكتب إزاي، أو هنعلمكم إزاي تكتبوا على الوورد البحث فقط وازاي ترفعه. وبكده نبقى تقريبا عرفنا اهم الحاجات او اهم الخطوات حاليا ان احنا محتاجينها، ان احنا نراجع لاولادنا عن طريق المنصه الرقميه جوه بنك المعرفه، فيها كل المواد. ويبقى بكده خلصنا، ولما المنصه تطلق ان شاء الله احنا مع بعض نشوف ازاي هندخل المنصه وازاي هنرفع الابحاث. شكرا يا جماعه.